باقي احمد رمان. فهد كان عندنا في البيت وهو صغير، كان دائما يخرج الشارع يلعب مع الأولاد الصغار. عند كتب فهد التي درسها آخر سنة وهو في الثالثة الثانوي لم نخرجها من مكانه الذي كان يذاكر فيه، تجلس هنا، تركناها هناك من أجل تكون ذكريات متجددة في كل وقت، كل ما نراها وكل ما ندخل ذلك المكان نراها أمامنا فنتذكر فهد. أن سافر أخي، يمكن أخي فهد بعد أن سافر من عندنا يمكن حوالي شهرين ما جاءنا لا اتصال ولا رسالة. في عندما أرسل لنا رسالة، عندما أرسل أخي فهد رسالة من هناك، أول مرة أسمع بحاجة اسمها غوانتنامو. اسمي محمد عبد الله أحمد غازي، عمري 40 سنة. فهد هو أخي وشقيقي، وهو بعدي يعني حوالي 9 سنوات. Fahd is from a small village about 3 hours from Sana'a in Yemen called Beit Ghazi. It's an idyllic mountain town, an agrarian culture based around farming and religion and family. Fahd Ghazi was one of the first men to arrive at Guantanamo. He was just a few months past his high school graduation. He was 17 years old at the time, a juvenile. He's been detained at Guantanamo for 12 years. He's almost 30 years old now. He was cleared for release by President Bush in 2007 and cleared again by President Obama in 2009. عندما أول الصدمة لا كان أرقد، أول الصدمة عندما تولي الخبر قالوا التو يريد فهد عبد الله أحمد غازي اسمه بينه. قلت ابني أنا عايز هرب من هنا، الجرايد هذا ابني ابني رحم الله جاهل، أنا عايز إن لازد رقدت لو أن نسوان الذي اللي كان عندي صدق بكيت من قلب عصفة، كان أقول يا الله يا الله يا الله زكيني عقلي من جر كيف حسيت بروحي بنفسي بالمهم من الفراق حقي. الذي جعل أخي فهد في السجن يتحمل ويصبر ويكون راضيا بذلك الأمر الذي هو فيه من الابتلاء بالسجن والاعتقال لهذه الفترة الطويلة بانشراح نفس واطمئنان وقوة عزيمة، هو أننا أنا وفهد تربينا في القرية، كنا نذهب المدرسة بعيدة عن الفتن، فيها خير وفيها التعليم وفيها غير ذلك من هذه الأمور التي تغرس في نفس الطفل. فهد غازي طالب من طلابنا الذي درسناه، درسته منذ الصف الثامن الأساسي إلى الصف الثالث الثانوي، وكان من أحسن الطلاب، بل ربما كان الأول على الدفعة، كان الأول في التحصيل العلمي، وفهد أحببناه كثيراً. Every prominent national security agency in the US government has unanimously declared that he can leave Guantanamo. That's the FBI, the CIA, the Office of the Joint Chiefs of Staff. All of the agencies that American citizens rely on to keep them safe have determined that Fahd can go home. But because the Obama administration has refused to repatriate Yemenis or resettle them in third countries, he's trapped there almost entirely because of his citizenship. هذا أنا جاءني خبر أن أخي فهد سيطلق سراحة قريبا، وكنت في الساعة الثالثة قبل الفجر، فلما وصلني الخبر هذا من كثرة السعادة خلاص النوم راح من عيوني
حتى أنه عندما سمعنا بأنه سيخرج كان عندنا مع والدتي أو أمي بقرة، وعندها مولود البقرة هذه عجل أو ما يسمى بهذا الفصيل، فقمنا بعنا ذلك العجل أو الشيء الذي قد عديناه لحاجتنا، وكانت الحاجة ماسة، وأصابنا شيء من اليأس أنه ما سيخرج في ذلك الوقت. عندما انعكست الأمور بعد ذلك، بعد تفاجأنا بأنه هذا الخبر ليس له من الصحة، وإنما هي وعود ليس إلا، فحسينا بأشياء كأنه تعذيب نفسي لنا والجميع العائلة وكذلك لكل من يسمع هذا الخبر. During our meetings, Fahad has tried to explain to me the toll it's taken on him to have been cleared so many times and to have his hopes dashed. He brings reams of letters to our meetings to show me, passionate, loving letters to his family, thanking his wife for being so patient, preparing his daughter for the return of her father. He's prepared for his release down to every last detail. Meeting with older prisoners to ask them about the best approach for raising a daughter who's largely grown up in his absence. في الأفراح والمناسبات والأعياد والجمعة وفي كل من هذا، لكن ألا أنا لما أشوف الأولاد مع آبائهم في الأعياد أو غيره أغثي وأبكي، ولا لأنني لا يوجد معي أب. وأقواتهم وأرزاقهم فيه تعطيل لحركاتهم لمسيرتهم العلمية لطموحاتهم، وتعاني ما تعاني من الويلات ومن الأمور السلبية والإنعكاسات السلبية على هذا السجين الذي هم أملهم ومصيرهم ومستقبلهم وحياتهم. Fahad has done everything in his power to prevent the prison from claiming him completely. He's taught himself English fluently. He writes to the prison administration for new educational materials. He's reviewed the GED books, all in an effort to prepare himself for the moment when he's released. You know, Fahad is someone with incredible ambition and potential, and he feels the sting of lost opportunity and lost chances. So he's looking for that moment when he returns to Yemen so that he can begin providing for his wife, for his daughter. He wants to work, he wants to go back to school. His ambitions, remarkably, haven't been dimmed at all by the last 12 years at Guantanamo. إن شاء الله البيت قد جهزنا له، البيت الذي سيسكن فيه، ومن ثم نقوم نحن بالتعاون معه من أجل أن يتم دراسته الجامعية في أي كلية يرغب فيها أو مادة يرغب فيها، حتى ونقف معه جنبا إلى جنب نساعده بكل ما نستطيعه بأموالنا بأوقاتنا بجهودنا حتى يقف على قدميه. لكن إن شاء الله لما يخرج إن أنا أعيش عيشة سعيدة ما شاء الله، هل أنا قدر يخرج نعيش فوق الدنيا سوا ونخضع سوا ويرجع لبنته تحقق أمنياتها والحمد لله كل عايز بما يتخرج قد الدنيا عاد تصبر كلها إن شاء الله. كل المشاكل الذي عانها أخي في غوانتانامو وفي السجن، كلها هذه المشاكل والصعاب والآلام والاستفزازات وكل ما حصل له في السجن، يجب عليه هو نفسه أن يقابل ذلك بماذا؟ بفارق الصبر. I will die from the happiness. I will be died because just emotion. In Arabic, سأفرح وأكاد أن أموت من الفرح، لأني اشتقت إليه وأريد أن أشاركه أفراحه وأحزانه وأعرف عنه كل شيء. في أول لحظة
لا أستطيع أن أتخيل ما سأقوم به من شدة فرحي وسروري بقدومه. أظن أني سأتلقاه في الحضن وأقبله يمكن من رأس الأسفل، وأحمله على ظهري وأجري به بين الناس إذا استطعت ذلك، وإلا فهو يمكن أكبر مني.